راك شتي شتي الورقه باش نبقى نقراها كامل اللور ما يعقوش بيا زعما راني تنقرا. السلام الدراري والبنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الجديد، جبت لكم واحد الجروب واعر بزاف بزاف اللي داير البوز في المغرب، سميتو بوم سكوادز. كاع اصدقاء اليوتيوبرز يهضروا على هذا الشيء، اصدقاء المحترفين في التداول بحال بوبا الكوميدي المعروف، بحال ادم حمريطه واحد الوليد عنده 14 سنه محترف في التداول، بحال سكوزا لا قدر يعيرني ولا شي حاجه، لا كنحترم داك السيد. شكون اخر؟ بحال صوفيا شرف محترف في التداول، عندها اكثر من 10 سنين في هذا الميدان هذا، وزيد. فوالا شفت الاصدقاء ديال اليوتيوبرز يهضروا على هذا الشيء، قلت ما يمكنش بحال هاد الناس هادو عندهم الثقه، الناس كيثقوا فيهم ويجيبوا لنا شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك حتى انا طقت في هاد الجروب هذا ديال بوم سكواد اللي اقترحوا لي واحد الاشتراك باش نبيع لكم، لا باش نقترح عليكم زعما ما نقولوش اشتراك، لا نقول لهم زعما راني جربت انا وربحت فلوس. اوكي قررت ملي حتى انا ربحت الفلوس قررت انا نبارطاجي معكم كاملين ونربحوا كاملين خليها طايس ونربحوا كاملين ياك. وكما خلاها السي بوبا قال لك اللي باغي يسافر هذا الصيف، اللي باغي يعاون والديه يدخل معها بومب سكواد. كاين عاده باش قدرت انا نقول لكم هذا الشيء، دونك بغيتي دوز الصيف، بغيتي دير العقاب، بغيتي تفرح الوالدين، بغيتي اي حاجه، ما بغيتيش تبقى في الدار غير مريح من بعد التمارين ومن بعد الامتحانات ما كاين ما يدار، تقدر تبيعها. ولكن هذا الجروب هذا اللي غادي نقول لكم دابا هو من احسن الجروب في المغرب اللي كيقول لك اشنو دير دو ا ا زد، يعني باش كتدخل معاهم كتشارك معاهم، كاين ناس اللي في ذاك الجروب اللي عندهم خبره ديال اكثر من 11 عام اللي كيقول لك اشنو دير باش فلوسك ما تمشيش في الخاوي. التداول فهمت شنو هو التداول؟ فهمت كتشري واحد العمله كتكون طايحه في السوق، دونك كيكون الثمن ديالها طايح، كتسيد ديك العمله حتى كيطلع لها الثمن وكتعاود تبيعها. فوركس هو، تقول لي شنو هو الفوركس؟ فوركس هو سوق العملات، كتشري الدوفيز وكتحول الدوفيز. المهم مزيان صحيح ياك هادشي كامل غيتقطع المونتاج كون هاني. كتشري العمله وكتعاود تبيعها، كتعرف كما خلاها مسيو زيزو لي سوبسون، كيعطيو ليكم لي سوبسون ديال لي ماتش اللي غيكونوا، هما تيعرفوا لي سوبسون ديال العملات فين غتمشي، واش غتطلع ولا غتهبط. لي سوبسون عقلو مزيان على هاد المصطلح هذا، ولي سوبسون عندهم ديالهم مزيانين، مسروعين بزاف 99.99% ديال الربح. كاين حاجه اخرى عندهم سميتو منتوج اخر ديال القمر، ما نقولش القمر ياك، نقول لهم لي تيبس، نتوما تيبسترز ماشي قماره، شكل ياك ماشي بحال بحال، هما تيبسترز ماشي قماره، تيبسترز اون انغلي، تيبسترز بروفيسيونيل، ماشي داكشي القمار ولا لا، تيبسترز كيعطيوك لي سوبسون كما خلاها مسيو زيزو لي سوبسيون ديال لي ماتش، تيقول لك واش هذا اللي غيربح ولا هذا اللي غادي يخسر. القمر صافي، وكتربح بزاف ديال الفلوس وكتعيش الحياه. هادشي طرا ليا انا، ربحت بزاف ديال الفلوس الحمد لله، راني عايش الحياه صافي 50%، اي واحد دخلت فيه 50% صافي صافي. كنت كتطلبوني الراي ديالي على هذه المجموعه هذه، انا عطيتهالكم، نتمنى انتم تدخلوا تربحوا الفلوس وتدخلوا بزاف كاملين تقيدوا وديروا الكود برومو ديالي باش يعرفوكم زعما جايين من الطرف ديالي. هادشي اللي كاين، ما غنبيع حتى شي حاجه انا صافي، هادشي اللي كاين. المهم دابا هما اللي غيوريو لي تكنيك، نتمنى تكونوا فهمتوا الميساج، دائما كنشوف هاد الجهه، نتمنى تكونوا فهمتوا الميساج. ما بغيتش نعطي الموضوع اهميه اكثر، كلشي باين. دونك فوالا الدراري حلو عينيكم شي شويه، ما بغيت لا نعير حد لا نسب حد، غنوريكم الطريقه كيفاش دازت لا كومونيكاسيون ديال لو غروب، دازت ما بين كلشي نيفو ماركتين سي فريمون بارفي. ايزون فيزي دي يوتيوبر اللي عندهم واحد لانيش اللي غادي نقول كان بغالا، كانوا غير يتقلبوا عليه يضحكوهم ايتترا، كما قلت لكم بوبا زهير صوفيا شرف ايتترا، دونك ناس ما عندهم حتى شي علاقه مع التداول. اون فوا كتجي كتوريهم الفلوس، كتوري فيهم الطوموبيلات، كتوريهم بانك الربح، كيوليو تيقمروا، كينساو بان الناس القمر حرام في الاسلام، كيوليو كيديروا شي حوايج ماشي هما هذوك. دونك ما غاديش نلمهم لان الانسان ضعيف، ملي كيشوف داكشي تاهو تيقول ما كراش نبدل الحياه ديالي ونعاون والديتي انا،
لعبوا على العاطفه بزاف. كانوا لي سكريبت كانوا مكتوبين كانوا مقريين. كل ما كتهضر كتسمع تمشي تدوز الصيف تمشي تعاون والديك تبدل حياتك. كانوا كيلعبوا على العاطفه هادشي تيحرك تحرك بنادم باش يبغي يدوز لاكسيون. هادشي معروف عليه. النهار اللي كيهضر شي واحد تيقول لك حقا تمشي تسولت عليه واش زربت عليهم شكون سولتي شكون زربتي واش بينوا الدراهم بينهم هما واش يدخلوا الفلوس من داكشي من القمر ولا من الفوركس. بعيدا عن قضيه الحرام ولا قضيه هذا فينا هما لي بروف. المهم انا سولت عليه شفت الناس اللي داخلين معاه واش داكشي بصح ولقيت بصح عاد هدرت عاد بغيت نوصل لكم نوصل لكم هذا الموضوع ونشرح لكم باش نتوما تستافدوا وبحال بحال ثاني بحال كاع الناس اللي استافدوا. حاجه اخرى دوك الفلوس اللي كنتو كتشوفوا في لي فيديو اللي نقدر نوريكم هنايا ولا راكم شفتوهم ديجا في الاشهار. الناس اللي دخلوا الجروب هاد 3 ايام بصحتكم لوين واللي مازال ما دخلوا ما فهموا والو لا يفهموا هادشي الخوت راه غير شويه من داكشي اللي تقدروا تجيبوا من بوم سكواد الخوت حيت هما كيخدموا على واحد جوج حوايج. راهم هادوك الفلوس اللي غادي نفسر لكم كيفاش كدوز القضيه لان انا انفلونسور كانوا كيجيوني عروض كيعطيوك كود برومو كما شفت واحد لومو من الشياطه من جروب الشياطه باي ذا واي واحد فيهم صاحبي ايوب الحمداوي ولكن حيت عارف كو كاين غلط تما غادي نهضر عليه. سامي حمزه دار كود برومو هنايا دونك هذاك الكود برومو اللي كتدخلوا نتايا كتجي هو كيكون فاهم مع مول الجروب شحال غادي يربح يعني 50% داكشي يعني اللي كان باكس ب 700 درهم غيدي فيك 350 درهم يعني دوك الفلوس اللي كتشوفهم تيشيروهم وهذا راه ماشي ديال الفوركس راه ماشي ديال اي حاجه اخرى كنتحداهم الا كان ديال الفوركس يوريني دي سكرين يوريني لو كونت ريال يوريني لو فيرمون بانكير ديال لو ريتريمون البروكر ديالو ونجيو نضرو على داكشي اون ديتاي. كنتحداهم ما عارفين شنو هو التريدينغ ما عارفين شنو هو البروكر ما عارفين شنو هو الغوتري شنو هو ان ديبو بزاف ديال الحوايج اللي بازي التريدينغ ما عارفوش. باي ذا واي غير في لو جروب كان تيفرش راسو داك السيد مول بوم سكواد اللي ما عندي معاه حتى شي مشكل تنقول لك الله يسهل عليك داير خدمتك راك خدام سي بيان سكو تو في كيطيحوا فيك الحواله دونك ما بزستي عليهم حتى شي حاجه تو تشوفو ان برودوي الناس يلاشي يعني ما بزستي حتى شي حاجه كوتي خدمه نيفو ماركتين راه كثير خدمتك انا ما عندي حتى شي مشكل مي الدور ديالي كنصح الناس هادشي اللي كاين. دونك الحاجه كان كيدير واحد الغلط كبير ما كيفرقش ما بين ما تعرفش يحدد لو نومبر دو بوين. دونك كما كتشوف هاد السكرين هذا تيقول لك راه رابح مثلا الاورو ان زد واقيلا على حساب انا السكرين بقيت عاقل عليه رابح فيه رابح فيه 800 دولار داخل بان لو ديال 30 يعني ملي كندخلوا بان لو ديال 30 كتكون النقطه ان بوين كيساوي تقريبا 300 دولار يعني كتدخل بواحد لو ريسك كبير بزاف. يعني ملي كتشوف الربح ديال 800 دولار راه تما تقريبا رابح 3 نقاط ما كاينش شي تريدر تيدخل باش يربح 3 نقاط وتيخرج اون فوا تيشوف الربح هكا شويه يعني ما كاينش شي واحد فيكم اللي غادي يدخل وغيدخل باللو ديال 30 اللو ديال 30 راه خصك يكون عندك كابيتال ديال مليار ولا ما عرفتش شحال راه ما يمكنلكش يعني هذوك الارقام اللي جايبين لكم ديجا ما عارفينهمش واش بصح ولا ماشي بصح ما يمكنليش نجوج على شي حاجه واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك لان انا ما دخلتش معاهم ما جربتش معاهم. ثاني حاجه ما عندكش الكابيتال باش دير داكشي. ثالث حاجه ما تيعرفوش يحسبوا لو نومبر دو بوين اللي تيديكلاريو بانه ربحوه. كانت بعد شحال مره في ستوري ديزولي ما بقاش عندي لي ستوري اللي غادي نقدر نوريكم تيقول لك مثلا واش تكون رابح 30 نقطه تيقول لك راني رابح 3000 نقطه ولا ما عرفتش شحال. لو نومبر دو بيبس راه عنده واحد لا ميثود باش تحسب هو ما عرفهاش. حاجه اخرى كنت غير شكيت قلت واقيلا لان هاد مالين بوم سكواد كندخل للجروب ديالي ديال ام اف ار وكانوا كيديروا اشهار فيه وبلوكيتو وكان كيجي كيدير الاشهار في لي فيديو ديالي في لي كومونتير وبلوكيتو. انسان اللي يدير الفلوس راه ما غاديش يبقى كومونتي باش يجيب الكليان. دونك هذه حاجه باينه. حاجه اخرى ملي تفكر بانه الله كان كيدخل للجروب ديالي وكيحاول يجيب لك الكليان من تما قلت بيتيتر يكون السيد فريمون متبعني وعرفني على من كنهضر ودار فريمون الدراسات ديالو وقلت واقيلا يقدر يكون كيسرق لان كانوا هما كيديروا غير القمر وشافوا منين سمعوا بين قضيه الفوركس فيها الصرف وباش هكا دغيا تجرب بنادم اتسيتيرا. بيتيتر شاف لي فيديو ديالي وعرف لي سينيال بروفايدور هضرت عليهم منهم دي فاينانس. قلت غادي نمشي غير نكومباري واحد النهار ستوري ما بين ستوري اللي غنوريها لكم دابا نكومباري ما بين لي تخي ديالهم وديال دي فاينانس. فعلا تلقى لو تخي ديال جو بونس ال ان زد كاد
غنتاكد باش ما نقولش شي حاجه ماشي هي هذيك سي بيان سا ان زد كاد ان زد كاد سي لو ميم نفس الدخله نفس كلشي تيقول لك فوالا نفس البوان دونتري 3 تي بي كيما كيديروا دي فاينانس لو ميم ستوب لوس دونك الناس اللي تيفهموا راه يعرفوا علاش كندوي انا نوريكم لا بروف دونك تيقول لك في لا فيديو دابا درت لكم ريسك كيتو لا فيديو كون راه هو اللي دخلها هو اللي كيديرهم ديجا انا اماك اللي كيدير القمر وغيجي في شهر وغيربي لنا البلان الفوركس فيه الصرف وغادي يولي بروفيسيونيل ديال التريدينغ و تيلوح هذيك الكميه الهائله ديال لي بوزيسيون سي با لوجيك اسمح لي ما غاتيقهاش يعني ما تستكرش تستاهل ندخل الجروب باش نعرف داكشي واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك القضيه راه باينه اصلا من الاول الدراري يقولوا الناس كنطلب منكم تحلوا عقلكم ماشي اي واحد كيجي تيقول لكم راني غنربحكم فلوس غتدخلوا معاه شي غير كاين فريمون دي جروب كي سون بروفيسيونيل اونيت تيوريكم شنو كاين وليني راه ماشي نيمبورتو كي فهمتيني بقاو تشقاو شويه بعقلكم ولوجيكم يعني وكان شي واحد اخر غير تسولني تقول لي شي واحد هاك تيستي وغنشوف انا غير من بعيد نشوف بان داكشي كاين اون بوسيبيتي يكون داكشي بصح جو في فرونسي وغادي نتيستي ليكم وليني واحد عاد داخل الدومين كان تيقمر و تيدير فوركس تقول لي تيستي لك ما عندها باي ذا واي اللي كيسولني على بروكن راه كنت ديجا دوش عليه فيديو واحد اخرى كنخدم مع اف بي ماركت وديغنيامون وليت كنخدم مع اكس تي بي اكس تي بي اللي عجبني فيه بزاف وغندير عليه فيديو اخرى اللي غنفسر فريمون لا بلاتفورم اللي عجبني فيه بزاف سي كو ليسبري ناقصين على اف بي ماركت لو سيبور عجبني حاجه اخرى عندهم اون بلاتفورم ديالهم فريمون واعره بزاف عجبتني ساهله بزاف فيها كلشي وعندهم لابليكاسيون تيليفون دونك كتقاش تخدم في ام دي 4 و كتقدر تخدم غير سور ويب دونك بلا ما تيليشارجيها ايتترا وفيهم دي انديكاتور ايتترا واحد لي زوتي لي زايدين ما كاينينش في ام دي 4 دونك واعره بزاف نخلي لكم اللينك باش تقيدوا لتحت هادشي اللي كاين تدري عليها فيديو سميتو يعني ديطاي كيفاش تقيد ايتترا هذا ما كان دونك نشوفكم فيديو ماجيه نعطيكم بصح لي سينيور بروفايدور غادي نسالو بهم دخلوا عندكم دو جروب اللي بغيتو دي سميتو دي سينيو غراتوي كيفاش تفهموا ايتترا عندكم لو جروب ديال لي سينيو غراتوي ديال ام اف ار سميتو ام اف ار سينيورز غتلقاو لتحت فابور ما كاين حتى شي حاجه فريمون دراري كيحطوا دي سينيو واعرين بزاف عندكم لو جروب ديالي يلا كرييتو ديغنيامون دريت مني ندير لهم ان جروب اللي بقى نحط فيه لي سونتيمون دو مارشي ديالي ونحط فيه دي زاناليز ونحط فيه غنبقى ندير فيه دي كور اون لايف شاك ويكاند دي فيديو غنفسر فيهم علاش كندخل فهاد الاستراتيجيه هكا ايتترا لي كيفاش لي زانديكاتور اللي تخدم بهم لي سيستيم اللي تخدم بهم باش كناخذ ديسيجن ديال ان اشا ولا د لا فونت دونك لو جروب غادي يكون فريمون ان بروجي كبير بزاف فريمون خديت الوقت باش ناخذ لا ديسيجن نديرو باسكو سي با فاسيل باش ديري ان جروب تروح فيه لي سينيو بنادم كيتيق فيك بنادم كيتبعك من موراك ماشي ساهله دونك سميتو نسيت على السميه سميتو دي انجل انفستور اكاديمي دونك فوالا غنخلي لكم لا ديسكريبسيون تاعو تدخل فيه داكشي غادي يكون واعر بزاف غادي نركزوا على ليدوكاسيون ثم ليدوكاسيون باش بنادم ماشي غير يبقى يدخل يتبع سينيور وما فاهم حتى زفته فريمون غادي لي ديبيوتون غادي يتعلموا بعدا كيفاش شنو هي لا بلاتفورم ام تي 4 كسوا بار تيليفون اولا في لورديناتور يعرف يولف عليها ثاني حاجه غادي يولي يعرف يقرا ان غرافيك دونك هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله حتى لوبجيكتيف ديالنا في هاد لاباج هادي سي كو دوز معنا شهر 3 شهور ولا ما عرفتش شحال على حسب عقلك انت كي داير تخرج كتعرف تاناليزي بوحدك وتخف دي بوزيسيون بوحدك هذا ما كاين دونك كاينين بزاف ديال الاستوس غادي نهضروا على الانفستيسمون اون جينيرال ماشي غير في الدومين ديال التريدينغ مي بزاف ديال لي دومين غادي نلعبوا على المايند سيت ديالك كيفاش تدخل للتريدينغ وتدخل تدخل تولي كتدخل بواحد واحد واحد كيما قلت واحد المايند سيت اللي كي فور ماشي غلط لان شحال من واحد تي 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 تدخل بواحد واحد العقليه اللي ماشي هي هذيك تيبغي كيقلب على الكويك بروفيت ما تيقلبش على الكون ديالو بقى ايفولي بشويه ملي كتهضر له على 2-3% بار مو كتجي قليله وهنا راه تريدور بروفيسيونيل هذاك الشيء اللي كيديروا دونك بزاف الحوايج غادي نشوفوهم جميع ان شاء الله في هاد لاباج تدخلوا ليها وتقيدوا تجمعوا لينا تما دونك فوالا حداو راسكم ونشوفكم في فيديو
بروشين ان شاء الله الشعار ديالنا اللي غادي يولي ديال اي انجل انفستور اكاديمي هو جاست تريدت. دونك جاست تريدت على بروشين. Struggles won't